أنا اسمي كتيبة من القصير، عمري 13 سنة، بدرس هاي المدرسة، وهوايتي كرة القدم، وحب بس أكبر أصير مهندس طيران. لو كنت صحافي شو بسوي؟ شو بعمل؟ بروح على سوريا وبصير أكتب الصحافة. في كتير شغلات هني ما بطلعوا على التلفزيون، وهاي الشغلات هي اللي هي ما هني ما بطلعوا، وأنا بدي أكتبها وأنا بتطلع. كل يومين والثالث يكون الجيش طالع أو فايت لعندهم، إنه بس لأنهم سوريين قيمت ما بدهم يقتحموا البيت ويفوتوا، لأنهم سوريين ممنوع يطلعوا بعد الساعة 5 المساء، لأنهم سوريين المفروض عليهم إنه يشتغلوا ويتعبوا لحتى يلاقوا لقمة العيش اللي هن لازم يطعموها لأولادهم. لقينا صعوبة كتير أول ما جينا، إنه كيف تركنا ضيعتنا، كيف تركنا المدرسة، كيف تركنا أحلامنا وجينا. كان في صعوبة كتير إنه نتقبل هذا الموضوع، وما تقبلناه بسهولة يعني. وكان من المفروض إنه يكون في شغل لحتى الواحد يقدر يعيش ببيروت. كان الموقف صعب كتير، إنه كنا نشوف هيك مناظر بس على التلفزيون، بس وقت صار معنا شي بشع كتير. بحب أصير معلمة، أعلمهم فرنسي. أصير دكتورة، عالم السوريين. بحلم إنه يصير عندي جناحات. كتير ما بعرف شو بس حلو كتير. بحب أصير مصورة. لأني ما أريد بلدي.